وسط الائتلاف انه يعمل مشروعات وينزل على ارض الواقع لتصب في صالح المواطن المصري. رؤيتنا القادمه مش بس تشريعات، ولكن احنا نحن ننحاز الى الشعب المصري ولكل مشاكله. واعتقد ان مشكله البطاله هي من اكبر المشكلات اللي بتقابل الشباب المصري، واحنا بنعمل مشروعات علشان بقدر الامكان نسد هذه الفجوه ونعمل نرفع الاقتصاد بالانتاج مش باي حاجه تانية. فكره ال 352 هو تقسيم مصر بدل من محافظات لمراكز شرطه. كل واحد من هذه المراكز هيتعمل فيه مدرسه زي الياباني او النموذج، هيتعمل فيه مستشفى زي ما احنا بنقول كمان 20 سنه عايزينها تبقى زي المستشفى. هيكون فيها مركز صناعي، ان انا ادخل الصناعه جوه القريه دي. لو نجحت احنا عدينا مسافه كبيره جدا في التنميه بتاعت يعني النهارده ازرع القطن ويبقى عندي قريه بتغزل وقريه بتنسج وقريه بتصبغ وقريه بتفصل، يبقى انا قدرت ان المنتج بتاعي كله يتلم في مكان واحد. النهارده كان يوم مميز لانه كان بدايه للتصريح بان الائتلاف بدا يتحرك بخطوات جاده. الائتلاف كان الهدف من اللقاء اليوم تدشين افتتاح مقر التجمع الخامس. الحكومه حضورها النهارده بيدل انها متعاونه، عايزه تسمع، عايزه تسمع مقترحات عمليه، عايزه تسمع ما هو افضل مستقبل البلد، واحنا نساعدها في عمل كده ان شاء الله كلنا بمركب واحد، مفيش حد منفصل عن التاني.